اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم في مستقبل عشر مباركة، هي عشر ذي الحجة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، فهي أيام مباركات يشرع فيها التكبير من بدايتها إلى نهايتها، يشرع فيها الصيام، صيام العشر، إلا يوم عرفة للحاج فلا يصومه، وأما غير الحاج فيصوم التسعة جميعا، أما يوم العيد فإنه يوم الحج الأكبر، وهذا لا يجوز صيامه، يحرم صيامه.